التي دائما هي لكل الناس أيها المستمعون الأفاضل عبر الأثير FM. أرحب بحضراتكم من جديد في هذا اليوم الجديد ومع هذه الانطلاقات الكبيرة، انطلاقات سن الحيل والزمول في هذا المهرجان، في هذا الكرنفال الكبير والعريق الذي يتواصل لنسخته الخامسة على التوالي. مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، هذه هي الأسماء متواصلة بالانطلاق وباحثة عن الفوز، باحثة عن المجد التليد من هنا، من هذا الميدان الكبير، من ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة. الشوط الثامن أعلنت اندفاعته قبل لحظات وهو يحمل في طياته الزمول المهجنات هنا، والثمانية كيلومترات بانتظار الفائزين بالمراكز الأولى. أول الأسماء المنطلقة سلهود على صدارة الشوط، أحمد بن علي بن سالم بن غصن العامري مقدما لنا سلهود على صدارة الأسماء. المركز الثاني في هذه اللحظات أتابع المنطلق في هذه الأثناء وانطلاقة إذن النداوي على المركز الثاني محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي ينطلق مع النداوي على المركز الثاني. وثالثا أتابع في هذه اللحظات انطلاقة هملول، وصل السويدي مع هملول مانع بن خليفة بن رشيد، السويدي يقدم لنا هملول على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز يقدم لنا المختبر طامي بن سالم بن طامي بن عداه العامري مشكور ابن مية على رابع المراكز يقدم لنا المختبر طامي بن سالم بن طامي بن عداه بن عدان ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. أتابع الانطلاق من يحمل الرقم خمسة مرعب، وصل في هذه اللحظات محمد بن عبد الله بن راشد ألف هيدان المري. وسادسا أتابع انطلاقة الفارس، الفارس على المركز السادس وصل بشعار بن حيدان مبارك بن محمد بن علي بن محمد بن حيدان على المركز السادس. المركز السابع أتابع الوصول، وصل قطر سات، الله الله الله، وصل قطر سات في هذه اللحظات عبد الله بن سعيد بن عبد الله اللابت المري، وينك يا ابو سعد وينك مع قطر سات في هذه اللحظات. ايضا اتابع في هذه الاثناء وصل الشعار بن شريب اما خاب ظني نعم ينطلق مع مخاوي، وصل عبد الله بن راشد بن متعب بن شريب المري ثامن النداءات او تاسعها نعم. اتابع شاهين محمد بن عتيق بن محمد الهاملي، وعاشرا اتابع المتحد وصل شعار بثم العامري سالم بن محمد بثم العامري يقدم لنا المتحد على عاشر الاسماء. ولكن اعود من جديد الى صدارة الشوط، الى مقدمة الاسماء، من تندفع على الصدارة وتقدم لنا هذا التحدي الكبير هنا مع هذا الشوط وشوط الزمول المهجنات. يا سلام يا سلام، اتابع المقدمة، اتابع الصدارة في هذه الاثناء وانطلاقة سلهود على المقدمة. سلهود وهنالك من تسلل، من اخترق الصفوف الامامية، المختبر تسلل في هذه الاثناء ينطلق على المقدمة. طامي بن سالم بن طامي بن عدان العامري ينطلق مع المختبر على الصدارة، ولكن السويدي هذا اسمه كبير، هذا اسمه خطير، ينطلق على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، انطلق في هذه اللحظات والضاح 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 مانع بن خليفة بن رشيد السويدي
الزايدي ينطلق والجميرة مع وضاح على المركز الثاني وثالثا في هذه اللحظات. أتابع الأسماء الواصلة، أتابع الأسماء المنطلقة في هذه التحديات. وصلت الشعارات ووصل قطر ساد في هذه اللحظات. أيضا اللي وصل، وصل سلهود بشعار بن غصنة أحمد بن علي بن سالم بن غصنة العامري، وقطر ساد وصل في هذه اللحظات ليتقدم بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري. أيضا اللي وصل، أيضا اللي تسلل، وصل الأسد علي بن صغير بن حمد العويسي يقدم لنا الأسد في هذه اللحظات. من الجانب الآخر الفارس على رابع المراكز مبارك بن محمد بن علي بن محمد بن حيدان، وقطر سات على المركز السادس يحمل في رصيده إنجازات كبيرة. هذا البعير قطر سات على سادس المراكز عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مرهي النابت. ركز يا أبو جابر ركز. أيضا بن شريم وصل بن شريم، عاد هذا اسمه كبير، عاد هذا اسمه خطير. يا سلام يا سلام يا سلام. أتابع الوصول من مخاوي عبد الله بن راشد بن متعب بن شريم المري، ووصل في هذه اللحظات. وصل وضاح يا وضاح، وصل السويدي ليقدم لنا وضاح في هذه اللحظات. مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، يا هو شوط يا هو شوط يا هو شوط. أسماء كبيرة، أسماء رنانة منطلقة في هذه اللحظات. بوثم العامري يقدم لنا المتحد، المتحد في هذه اللحظات منطلق واصل هنا في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة. 2 كيلو ونص يا أهل الزمول، يا أهل الزمول، يا أهل الزمول، يا سلام. أتابع التسللات، أتابع الانطلاقات. بن عدان العامري يقدم لنا المختبر في الاختبار الحقيقي. طامي بن سالم بن طامي بن عدان العامري المركز الثاني. من الجانب الآخر أتابع اللي تسلل، أتابع اللي انطلق. الفارس 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 بن حيدان على المركز الثاني. مبارك بن محمد بن علي بن محمد بن حيدان، وقطر سات وصل على المركز الثالث بشعار النابت المري. يا سلام يا سلام يا سلام. قطر سات على المركز الثالث عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مرهيال نابت المري. هل الشحنية ينطلقون في هذه اللحظات. أتابع أيضا اللي تسلل، أتابع مرعب مرعب بشعار الفهيدان محمد بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري. ووضاح وصل، بدأ يقترب مع الصفوف الأمامية، بدأ يقترب للمراكز المتقدمة. شعار السويدي يقدم لنا وضاح، يقدم لنا وضاح. مانع بن خليفة بن رشيد السويدي والمتحد. والجانب الآخر هناك أتابع انطلاقة، أتابع وصول المتحد أيضا. شعار بن شعفان، يا سلام يا سلام. وصل أبو الاثنين مع الماركة الشهيرة، مع الماركة العالمية. المتحد يا بن شعفان، يا هو ماضي، يا هو ماضي، يا هو ماضي، ماضي النواميس يا أبو الاثنين السباعي. وصل وقدم المتحد، هذا هو الحضور الكبير. أيضا أتابع، أتابع مسكت. وصل الحارثي الحمدي بن محسن بالحول، الحارثي وصل في هذه اللحظات. ولكن أعود، أعود إلى المقدمة، أتابع الأسماء. وين وصلنا يا أخواني، وين وصلنا يا أخواني. يا سلام الله. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الكبير. انطلاقة الأسماء. أتابع بن عدان العامري يقدم لنا المختبر ووضاح، وقطر
سات قطر سات قطر سات يا ابو جابر قطر سات ايضا اللي وصل يا سلام سكت امسكت 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 قطر سات ووضاح المختبر والمختبر ولكن قطر سات قطر سات على المراكز الاولى يا سلام للشحانيه للشحانيه امسكت 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 يا سلام الحارثي وقطر سات اتابع اللي وصل اتابع اللي انطلق هنا في هذه اللحظات الاسد 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 قطر سات قطر سات امسكت 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 السياره وين الناموس وين الفوز وين الناموس وين امسكت الاسد في هذه اللحظات هنا الاسد الاسد العويسي العويسي سلام السلطنه سلام السلطنه سلام السلطنه سلام العويسي سلام يا الاسد زهر الاسد زهير الكبار في شوط الكبار سلام بديه سلام بديه سلامي على بديه هذا الفوز وفوز الاسد وانتصار بهذا الشوط تستاهل الناموس العويسي علي بن صغير بن حمد العويسي على هذا الفوز الكبير والمميز المركز الثاني وصل المختبر على المركز الثاني طالم بن سالم بن طابي بن عدان العامري وثالثا وصل قطر سات هنا بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مرهي آل نابت المري وثالثا رابعا عفوا وصل مسكت على المركز الرابع الحمدي بن محسن بن حول الحارثي وخامس المراكز وتابع وصل وضاح بشعار مانع بن خليفة بن رشيد السويدي من قدم لنا وضاح على المركز الخامس شوط ياهو شوط ناري وكبير هذا الشوط هنا الناموس غادر مع الأسد من زأر مع اللحظات الأخيرة السلامات غادرت إلى بدية نعم بش نعم هنالك بشعار العويسي علي بن الصغير بن حمد العويسي والتوقيت الزمني لحظات الوصول 13 دقيقة 12 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس سلام السلطنة سلام وسلامي إلى بدية سلام هذا الفوز المركز الثاني أتابع المركز الثاني وصل المختبر من قدم الأداء الكبير بشعار طامي بن سالم بن طامي بن عدان العامري والتوقيت كان 13 دقيقة 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس والمركز الثالث وصل قطر سات بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مرهي آل نابت المري من قدم أيضا الأداء الكبير والمستوى المميز مشكور يا أبو جابر ومشكور يا أبو سعد 13 دقيقة 15 ثانية جزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين